هنروح للسله. السله عندنا ازمه كبيره، ازمه في الاصابات. الحقيقه منتخب مصر لما اتجمع في بدايه هذا الشهر او في يعني في بدايه فبراير، لا يعني هو اتجمع بالظبط في بدايه فبراير، الدوري وقف وتجمع المنتخب، ضم سبع لاعبين من النادي الاهلي انضموا لمعسكر المنتخب. للاسف اربعه منهم رجعوا مصابين. للاسف اربعه من اللي راحوا، السبعه اللي راحوا مع منتخب مصر رجعوا مصابين. طيب مين اللي رجع مصاب؟ عندنا عمر طارق اتصاب هناك في السنغال، عندنا سيف سمير اتصاب في المعسكر بشد، عندنا عبد الله ناصر اتصاب في المعسكر ايضا، وعندنا عمر عزب اتصاب بكسر في انكر رجله. اربع اصابات صعبه. طيب الثلاث لعيبه الباقيين سواء عمرو الجندي او ايهاب امين او عمرو زهران رجعوا امبارح من السنغال. مستر اجوستي اداهم تدريبات خفيفه بس لاستعاده الاستشفاء، لان طبعا ما يقدرش يديهم راحه سلبيه لان داخلين على الجد، وانا هقول لكم الجد ايه. اما بالنسبه لعمر طارق هيعمل اشعه، هيعمل اشعه عشان نطمن عليه. وعندنا طبعا مباراه مهمه جايه مع اصحاب الجياد في دور الثمانيه لكاس مصر ان شاء الله، دي هتبقى يوم الجمعه القادم باذن الله. طبعا محتاجين كل لعبتنا، محتاجين كل الدعوات، ده كل الدعم لهذا الفريق والمزيد من الاخبار والقاء الضوء على وضع الفريق الحالي. معنا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام. اهلا بيك يا كابتن احمد. كابتن احمد الجرحي اهلا بيك يا كابتن. هيثم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. طمنا عليكم يا كابتن وطمنا على الفرقه واخبارها. والله الفرقه شغاله الحمد لله بشكل كويس. التمرين كان في التوقف يعني الحمد لله، يعني الاسابيع عدت بشكل ممتاز، يعني الاحمال التدريجيه والمستوى الفني اللعيبه الحمد لله يعني على مستوى طيب، وان شاء الله الدوليين من بكره ينتظموا معانا في التمرين ان شاء الله باذن الله استعدادا لدور الثمانيه ان شاء الله لكاس مصر. يمكن يا كابتن احمد يعني الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الاهلي هي الاصابات. احنا كنت بقول في الخبر قبل ما حضرتك تكون معايا عبر الهاتف ان احنا سبعه راحوا المنتخب، ودي حاجه اسعدتنا جدا، ولكن للاسف في اربعه رجعوا مصابين. كلمنا عن الاصابات يا كابتن. والله زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيثم، انت عارف طبعا منتخب مصر ده واجب وطني بالنسبه لنا كلنا. لكن طبعا يعني انا بتمنى ان احنا نعيد النظر شويه قصه المعسكرات الطويله اللي هي خلال الموسم. عارف لو المعسكرات دي بتبقى بعد نهايه الموسم او في بدايه الموسم بتبقى فتره اعداد للمدير الفني للمنتخب، فدايما بيبقى الاحمال كلها معاه، لكن انت ساعات بتاخد لعيبه اصلا متحمل عليها جوه الدوري. صحيح. وبتشتغل معاك مثلا لمده شهر شهر ونص باحمال مختلفه تماما. فطبعا وقع منك لعيبه كتير، بيده اتمزق، ولعيبه السن ده 18 سنه يتمزق ده دليل يعني ان في تعرض لمجهود بدني شديد. طبعا وعمر عزب حصل كسر في مشط رجله، وعمر طارق لسه ان شاء الله باذن الله يعني هو حاجه سامع حاجه بتقول ان هو هيعمل اشعه، وبالفعل عمل اشعه امبارح، والنهارده الساعه 8 هيكون عنده ميعاد مع الدكتور احمد عبد العزيز. نعم. وان شاء الله يطمنا، وان شاء الله يعني انا يعني باذن الله يكون حاجه بسيطه يعني كادمه. ومروان سرحان زي ما انت عارف يعني خلاص قدامه 10 ايام ويبقى موجود مع الفرقه، يعني هو اوريدي بيتمرن دلوقتي لوحده، بس يعني عشان يبدا يبقى فيه التحامات كده محتاج 10 ايام. نعم. وبس يعني. طب يا كابتن يعني سيف سمير اخباره ايه؟ لا سيف الحمد لله اشترك في ماتش الاتصالات اللي فات الودي الحمد لله وشغال معانا كويس، ويعني ماتش الاتصالات الودي ده زي ما حضرتك تابعت يعني ان احنا كنا بنلعب بست لعيبه كبار، مايكل تومسون ومودي الجرحي وابو النصر ومهيب وسيف سمير واحمد اسماعيل، ومعانا سته صغيرين مع الداوي وبيبو زهران ومحمود وليد وكريم حاتم، ومعانا كمان لعيب علي وحيد. الحمد لله المباراه عدت، كسبنا فرق 25 نقطه، وده سكور كويس قوي بالنسبه لمجموعه اللعيبه دي. وسمعنا ان تومسون كان اون فاير في المباراه دي. كان ما شاء الله كان كويس جدا في المباراه دي. فعلا الفرقه كان ناقص سبنسر، بس بيلعب بالفرقه كامله ما عدا سبنسر تقريبا. نعم. انت ناقص 8 لعيبه اساسيين. صحيح. كانت مباراه الهدف منها يعني ان انت تطمن على المرحله اللي انت اتمرنت فيها واستعديت فيها بشكل كويس، والحمد لله يعني شيء مطمن. وعندنا يوم الجمعه مباراه مع نادي هليوبوليس برضه على صاله النادي الاهلي، مباراه وديه، ونتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نحرز البطوله اللي جايه باذن الله. طب مباراه اصحاب الجياد امتى يا كابتن؟ يوم 8 باذن الله على ملعبنا. يوم 8 مارس.
طيب احنا المباراه لحمه ببعضها يا كابتن، انتوا هتلاقي يعني بالنسبه للكاس انت عندك يعني يعتبر ان شاء الله يعني عدي اصحاب الجياد، هيبقى عندنا في طريقنا الزمالك يوم خميس والاتحاد السكندري او اللي هيفوز طبعا الناحيه الثانيه بشكل كبير هيكون يوم الجمعه ثاني يوم. حمل كبير برضو بدني يا كابتن، يعني انا برضو بشفق على اللاعبين انه بالذات اللعيبه الدوليه انه حتى بعد الدوري هو مش هيريح، هو عنده في شهر 7 تصفيات او اخر 6 الويندو الثانيه في تصفيات كاس العالم. الحقيقه الحمل عالي جدا لا يتحمله يعني لعيب، وخاصه ان القايمه عندك 14 لاعب بس، وده احنا طالما نادينا ان القايمه تبقى 20 لاعب عشان اقدر اعمل روتيشن وما يحصلش الاصابات دي. دي حقيقه كابتن هيثم، انا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، وانت يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا اللعيبه ما بتلحقش تريح، يعني زي ما قلت لك احنا بقالنا شهر واقفين عشان تمرين المنتخب لمجرد ان احنا هنلعب 3 ماتشات يعني. انا يعني طبعا كل التقدير والاحترام لسياسه اتحاد الباسكت، طبعا دي حاجه طبعا هم ادرى بشغلهم، لكن انا متهيألي ان 3 ماتشات ممكن يبقى افاده اكتر ان الدوري يكون شغال، اللعيبه بتستعد بشكل كبير، لكن لما نوقف الدوري كله شهر، العكس ده احنا لو كنا لعبنا الشهر ده وجينا اسبوع بس قبل الماتشات واللعيبه راحت للمنتخب ورجعت، والفتره اللي الزمالك حلق فيها بطوله افريقيا برضو بقيه الدوري يكون شغال ما عدا فرقه الزمالك اتاجل لها ماتشاتها، هتلاقي ان الدوري هيخلص بدري، هتلاقي انك هتقدر تدي 15 20 يوم او 3 اسابيع للعيب انه يستريح ويحصل له استشفاء ما بين الموسم للموسم، وبعدين تبدا تستعد للويندو بتاع الصيف. متهيألي ده هيكون افضل للعيب وللمنظومه ككل. خلي بالك كابتن احنا ما بنقولش كلام غريب، ده حتى الفرق الافريقيه زي السنغال وزي تونس لعيبتها المحترفين بره بيجوا قبل الويندو بثلاث اربع ايام بس. انا والله وجوزي قال لي، كان شغال في اسبانيا يعني من اكبر بلاد في الباسكت بول، وكان مشتغل في برشلونه كمساعد، قال لي ان يعني تقريبا احنا البلد الوحيده اللي بتقف التوقف الطويل ده، وقال لي هو طبعا راجل يعني عارف ان طبعا في مدير فني جديد فمحتاج وقت طبعا، يعني ممكن يكون ده العذر الوحيد، لكن التوقفات الطويله دي صدقني مش مفيده لا للنادي الاهلي ولا لنادي الزمالك ولا الاتحاد ولا لاي حد، يعني مش مفيده لاي حد. وكمان يا كابتن القايمه برضو احنا يعني 15 لاعب بالمحترف ده قايمه قليله جدا، انت لو اتصاب لك 2 3 مش هتلاقي تكمل قايمتك. ما انا الحقيقه احنا بنلعب ماتش الاتصالات ب6 صغيرين في السكور. يعني ايه المشكله، ايه المانع ان زي اليد والطايره يبقى عندك القايمه 20 لاعب، ايه المشكله؟ خصوصا ان ال 20 لاعب دلوقتي باللائحه اللي اتحاد الباسكت حاططها، يعني انت دلوقتي اللائحه دي ماكسيمم بالنسبه للاربع فرق الكبار، اقصى حاجه ممكن في التعاقدات اللي هو هيطلع ثالث ورابع بيتعاقد مع 3 بس. صحيح، فانا كده اخد من ناشئيني. بالظبط، يعني انت بتنادي ان القايمه تكبر بناشئينك. نعم. فدي حاجة متهيألي إن هي محتاجة نظر، محتاجة دراسة، ومحتاجة اجتماع يعني ما بين اتحاد الباسكت والأندية، ونوصل لأحسن حاجة هتفيد في الآخر منتخب مصر والأندية. لأن الإصابات دي، هل الإصابات دي مش مؤثرة على منتخب مصر؟ أكيد مؤثرة طبعا، لأن هو مش هيلعب وبعد كده هتيجي يتجمع تاني، ما خدش خبرات اللعبة أو ما بقاش جاهز. فالموضوع بدليل يا كابتن أقول لحضرتك، أحسن لاعب كان في المنتخب الفترة دي أنس أقل لعب. بالظبط، يعني انس عشان اصابته قعد بتاع حوالي 3 4 شهور بيتعالج، فما خدش الحمل البدني الرهيب اللي اللعيبه خدته. بالظبط، هو الوحيد اللي كان فايق في المنتخب. دي حقيقه، وخلي بالك اصابه انس برضو كانت حصلت في ويندو من ويندوهات المنتخب. صحيح، لانه كان متحمل عليه موسم طويل ولعب وطلع منه لحم على المنتخب. انت تصور الحاجات دي محتاجه، لان سلامه اللاعبين مهمه يا كابتن، ده راس مال الانديه وراس مال اللعيب نفسه. جدا يا كابتن هيثم، وحضرتك واحد من نجوم لعبتنا، وعارف ان احنا بنملك حاليا عناصر ممكن من خلالها يبقى عندنا منتخب قوي جدا، بانضمام عاصم مرعي، بانضمام مهاب، بانضمام اللعيب المجنس. عندنا مع المجموعه اللي لعبت البطوله اللي فاتت دي عندنا منتخب قوي دلوقتي. صحيح، ممكن ان شاء الله نوصل بيه لبعيد، بس محتاجه بس اعاده نظر وتنظيم في بعض الامور. ان شاء الله يا كابتن احمد كل التوفيق ليكوا يا كابتن، ان شاء الله موفقين في المنافسات القادمه. كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.